السلام عليكم ورحمة الله متتبعي مغارب نيوز. كنت واجد اليوم عند الأخ ديالنا رشيد الصديق الودادي حر، واليوم راه مغربي حر. شوفوا اشنو كاين، حنا غنسولوه اليوم بعدا على واحد النبأ اللي وصلنا بأن عموته قالتو الوداد. المهم نمشيو معاه دابا، نسولوه عاد ندخلوا معاه في اطار التحليل ديال المباراه ديال غدا ان شاء الله باذن الله ضد كندا. خويا رشيد، مرحبا خويا هشام، وتحياتي للموقع ديال المغرب نيوز. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. الخبر اللي هو سمعنا اليوم كوداديين كاملين، خبر اللي فاجأ الوداديين عامة، جماهير الودادية اللي فاجأها، بحكم أن فريق الوداد تابعه استحقاقات كبيرة، تابعه العصبة، تابعه المشاركة في كأس الأندية، تابعه البطولة اللي هي العام صعيبة وصعيبة جدا، منافسة كأس العرش إن شاء الله. يعني شفنا من بعد ما التحق المدرب الإطار الكبير اللي نتمناو ليه بالتوفيق ان شاء الله، اللي هو وليد ركراكي، بعد ما غادر الوداد تم التعاقد مع عموته اللي كان في الوداد، مشى بواحد الطريقه ورجع بواحد الطريقه. رب نقدر نقول اي جماهير طالبات بالعوده ديالو وطالبات بالتعاقد معه، طلبت ناصيري، ولكن تعاقد مع الفريق راه كيبغي انسان يحترم البنود ديالو. عموته رغم انه النتائج الحمد لله كانت غاده مع النتائج، ولكن فريق وداد راه فريق كبير، كبير بجماهير ديالو، القاعده الجماهيريه كبيره، كبير بالمكتب ديالو، بالرئيس اللي هو كيوفر اي مدرب جا للفريق يوفر ليه جميع الظروف. عموته جي للفريق، جبتي معاك واحد الستاف اللي هو كبير، مع يعني اللي ماشي فيه ادريسي، فيه الخلفي، فيه يعني نخليو هذوك الناس، هذوك شفنا منهم من خير، ولكن انت عموته ملي جيتي شفنا الاداء ما كاينش. إيه النتائج كاينه، ولكن النتائج كاينه، ولكن راه حتى الحضور الجماهير راه غفير وكبير، راه اي فريق يتمنى يكون عنده هذه الجماهير، هذه القاعده الجماهيريه اللي مورا الفريق. شفنا الفريق او الرئيس انتدب بعض اللاعبين اللي ما مفهوماش، علامة استفهام على عدم الحضور ديال هاد اللاعبين في مباريات اولى، حتى في مقاعد بدلاء او اللي يلعبوا ولو لدقيقة. حشومه هذه ربما كتبغي تدمر بعض اللاعبين. شفنا عماد خنو، شفنا لاعبين اسماعيل المترجي، لاعبين اللي موهوبين هما مباعوش، لاعبين اللي هما ممتازين، لاعبين اللي عندهم مكانه ديالهم، لاعبين اللي فضلوا الوداد على فرق اخرى، ولكن انت يا بدقت وحيد الراس ديالك هاد اللاعبين ما كيشاركوش، هاد اللاعبين اللي ربما باغي انت تحطم ليهم النفسيه ديالهم. ولهذا جماهير كانت واحد الفئه اللي كانت قليله اللي كانت كطالب بالاقاله ديالك من شحال هذه، رغم انه دابا هاد الاقاله ديالك من المكتب نقدروا نقولوا مفاجئه او صار لبعض الجماهير شي ما كان. مهم الوداد راه غتبقى غاده غدا ان شاء الله، وكيف ما هو كان عموته غتبقى غادة. الوداد ما كتوقفش على فلان او لا فرتلان، الوداد كبيره، كبيره بالقاعده الجماهيريه، كبيره بالمكتب ديالها، دابا اللي هو اي مدرب كيجي كيوفر ليه جميع الظروف. لا ما كنشوفوش يعني شي مدرب اللي اي مدرب بغى شي داكشي اللي كيبغي كيحقوا ليه وكينفذوا ليه الرئيس الناصري. اي حاجه كتوفر نقولها بحال ما قدر. الحاجه الوحيده اللي او المدرب اللي هو كان جاب النيه ديالو، النيه الصافيه، اللي قال انا جيت وشكلت عائله
العائله اللي هو السي وليد الركراكي اللي ربي راهو قد الدنيا ديالو راه هو جزاه، جاب واحد النيه صافيه، كون واحد العائله، كون واحد الاسره اللي يد وحده، من جماهير، من لاعبين، لا اللاعبين اللي كيشاركوا واللي ما كيشاركوش، كلهم كانت واحد اللحمه وحده، عائله وحده، حققنا لقب ديال العصبة، حقنا لقب ديال البطولة، ما كتابش نفوزو بالكاس العرش والسوبر. الحمد لله حتى جماهير خرجت سعيدة بهذا الموسم اللي حقق معانا وليد الركراكي، وربي جزاه بالتعاقد وبالمنتخب، ها هو كيقود السفينة ديال المنتخب اللي الحمد لله دابا راه غادي بواحد المسار جيد، بالدعاوي ديال جميع المغاربه ورضا الوالدين ديالو ورضا ديال الناس كاملين اللي كلهم كيبان لهم هذا الانسان اللي هو الحمد لله قلب ديالو صافي وباغي الخير للبلاد، كيحب البلاد ديالو، ربي هو معاه، هو غادي ان شاء الله الفريق ديال اللي نتمنوا ان شاء الله، المنتخب ديال اللي نتمنوا ان شاء الله حتى هو يمر ان شاء الله للدور الثاني ان شاء الله، اللي بقات مباراه فاصله، مباراه ثالثه عن الدوره، عن الجوله، الدوره الثالثه، المباراه الثالثه في المجموعه السادسه، لانهم بعد ما فزنا تعادلنا ضد كرواتيا وفزنا على بلجيكا، كتبقى لنا المباراه مع كندا، الفريق اللي هو نهزم جوج ديال المباريات، الفريق اللي هو يعني تم الاقصاء ديالهم من هذه المجموعه، ولكن الحمد لله ما اللعابه ديالنا والمدرب غادي نعرفوا كيفاش غادي يسايروا هذه المباراه، ما غاديش يصاب من الغرور، ما غاديش يقولوا لاعبين مع منتخب اللي هو مقصي، غادي لانه هذه كتبقى كره قدم، شحال كيكونوا فيها مفاجات، حنا المدرب غادي كيقرا مباراه مباراه، قراءه ديالو الحمد لله مزيانه جيده، قراءه وتاكتيك باش كيدير وداكشي باش كيساير، داكشي ديال المدرب العالميين، هو القدوه ديالو مدرب غوارديولا، نتمنوا باش يبقى غادي مع على هاد النهج هذا، نتمنوا ليه التوفيق، ونتمنوا ليه يفرح، يفرحونا غدا ان شاء الله كيف ما هو فرح الشعب، وشفنا الشعب كامل الحمد لله المغربي اللي خرج فرحان من بعد انتصار المنتخب بلجيكا، المنتخب بلجيكا وما ادراك ما بلجيكا، بهازارد، بكورتوا، بدي بروين، باللاعبين كبار عمالقه، بلوكاكو، يعني بلاعبين عمالقه حاول يفوز عليهم، وما كانش مفاجاه، يعني الحمد لله كانت باراده ديال اللاعبين، يعني من بعد ما حقوا تعادل ضد كرواتيا اللي كيتشكل من لاعبين عالميين اللي كيلعبوا في عتاد الفراغ في ريال مدريد، في اتليتيكو، في الانتر، حاول الحمد لله، يعني المباراه الاولى ما كانش مفاجاه، ما كانش يعني مفاجاه، يعني عرف كيف باش يسيرها، خرج بنقطة ديال التعادل اللي كانت فاجأتهم الجميع، فاجأت منتخب كرواتيا اللي هو بان له منتخب ديال المغرب اللي كيتشكل من لاعبين اللي تاهما عالميين، من طينة الحارس بونو، أشرف حكيمي، أحسن ظاهر، حكيم زياش اللي هو اللي هو يعني حاول باش ينتصر لنفسه من المدرب ديالو في تشيلسي، من لاعبين كبار، أبو خلال، الحمد لله، نصيري، وسط ميدان، أمرابط القيادة، من السايس، يعني الحمد لله عندنا لاعبين اللي كبار عالميين، إن شاء الله غيقولوا كلمة ديالهم، لاعبين اللي غيفرحوا إن شاء الله الشعب، ويخرجونا إن شاء الله غدا عاود نخرجوا بالإعلام الوطني إن شاء الله يا ربي هذا ما كان. خويا رشيد، بغيت نسولك، بالنسبة لك أنت معروف بأنك ودادي حر، دابا تحولتي المغربي حر، يعني حنا أنا هضر لك دابا على وليد الركراكي، أنه كان كيدرب الوداد، كيفاش كتشوف أنت وليد الركراكي؟ وليد الركراكي اللي غنقول لك أنايا، يعني كوداد وكنت كان تقريبا تقريب يعني تحت لي الفرصة باش نكون قريب من الركراكي ونكون قريب من اللاعبين، يعني إنسان اللي طيب، إنسان اللي خالوق، إنسان اللي مرضي الوالدين،
انسان اللي كيدير الخير مع الموظفين. شوف هاد الشيء بشهادة الجامع، سيروا الناس باش يسولوا على الموظفين، راه واحد يعني ما نقولوش حنا يعني اللي كيدير الخير ربي، ربي اللي كيدير الخير، يعني راه كي انسان اللي طيب، انسان خلوق، انسان اللي دير الخير تلقى الخير، نيته صافية ربي هو جزاه. هذا ما كان يعني انسان اللي كيبغي البلاد ديالو، كيبغي كيحب العمل ديالو، كي يعني ما يقلقكش، يعني انسان اللي مدرب عالمي، مدرب اللي غادي يشق الطريق ديالو، غادي يمشي للعالم ان شاء الله، يقدر يفاجئ فيما مشى، كيشكل عائله، جا الوداد تشكل عائله ما بين الجماهير، ما بين المكتب واللاعبين، يعني يحاول، يعني ما شفنا العام اللي كان مع الوداد ما كانوش مشاكل، ما كانش يعني والله العظيم الى مدرب اللي افتقدناه حنا كوداديين، ولكن ماشي خساره في المنتخب ديالنا والرايه ديالنا والمنتخب ديالنا اللي يعني حنا راه كنحبوا الوداد وراه كنموتوا على درابو البلاد، يعني نقولوا بحال ما كدا، ما غلقوش حسن من وليد الركراكي، جا عموته انت شوف شنو خرجينا فيه، ولكن وليد الركراكي حتى المنتخب راه الاسبقيه كتبقى للمنتخب، ونتمنوا ان شاء الله يفرحونا، ونتمنوا ولما لا تكون شي مفاجاه هذا العام هذا، ونشوفوا المنتخب في ادوار متقدمه ولما لا يا ربي، لانه غنفوتوا هاد الدور هذا، ندوز ان شاء الله الدور الثاني، نتلاقاو سواء مع المانيا او لا اسبانيا، هاد الفرق هادو، هاد المنتخبات اللي ماشي يعني منتخبات اي كبطولات ديالهم، ولكن شفناهم مباراة اللي كيجريو دابا، مباراة اللي عادية، الحمد لله الفريق المنتخب ديالنا كيتشكل من اللاعبين اللي تاهما كيقارعوا هاد اللاعبين هادو، كيلعبوا كيعرفوا هاد اللاعبين هادو، هما اللاعبين ديال هادوك المنتخبات، كيعرفوا اللاعبين ديالنا كل واحد بالاسم ديالو، يعني لا حتى اللاعب ديالنا راهم عالميين، راه نقولها بحال مكة، راه بونو راه كانت باغاه حتى بارسانون، وباغاه الريال، يعني اللاعبين كاملين ديالنا حنا، راه اي واحد اللاعبين ديالنا عندنا عالميين، نقول حتى حنا لاعبين عندنا عالمي، يعني عندنا منتخب عالمي، وان شاء الله غادي تكون مفاجآت، يعني الجماهير كتنبأ باش، بحكم انه الكأس العالم كيتجرى في دولة عربية، بحكم انه يعني حتى الدعم الجماهيري في صالح المنتخب ديالنا كنشوفنا. بالنسبة للدعم الجماهيري، أننا سمعنا اليوم بأنهم مشاو بزاف ديال الطائرات الجماهير اليوم باش يحضروا المباراة ديال غدا ضد كندا، أشنو بان لك في الجمهور المغربي، متحمس ولا لا؟ الجمهور المغربي ماشي متحمس، كيحب بلاده، كيحب الرايد بلاده، هذه ولكن لاحظنا راه مشاو الناس، انا على ما سمعت قال لك شي ناس يعني ماشي من فئة كبيرة زعما عندها الفلوس ومشات لقطر. راه الناس، راه الكرة، كرة القدم راه الطبقة ماشي نقول المسلم المتوسط، الطبقة العادية اللي كتحماق وكتتهبل على الكرة، أولا الطبقة الشعبية كتمو، راه نقدر نقول لك أنا كاين اللي يتسلف، كاين اللي يتكلف، كاين اللي قدر يدير باش يمشي، لأنه كاين اللي كيمشي، كنحبوا المنتخب ديالنا، في لاعبين ديالنا اللي تا هما عالميين وتنعشقوهم، ولكن قبل ما كنبغيو لاعبين راه كنبغيو الرايد بلاد ديالنا، الرايد بلاد ديالنا كنعشقوها ونحماقوا عليها، نقول لك بحال ما هكذا، ماشي راه هاد النجاح دابا اللي شفناه دابا، في هاد غير في النجاح ديال الانتصار في مباراة تانية، راه ضر بزاف ديال الناس، راه كاين الناس اللي ضرهم، راه كاين الناس اللي ضرهم هاد النجاح ديالنا وهاد الانتصار، ما نقولش حنا في يعني ولاد بلادنا مواطنين، خلي واحد شوية 5% ولاد اللي كيجيو يبغوا يخلطوا ما بين الكرة والأوضاع اللي كنعيشوها في بلاد الدين، ولادة هادشي كيبقى جانبا، خليوه تجانبا، ولكن الرياضة راه كرة القدم راهي اللي كتروح النفس ديالنا، هي المتنفس ديالنا حنايا، يعني كنعيشوا مشاكل، ولكن هادشي نخليوه، حنا دابا نتكلموا رياضيا، الحمد لله راه النجاح ان شاء الله، ربما الى مشى الفريق ديالنا، المنتخب ديالنا حتى لأبعد نقطة، يقدر يكون واحد النجاح كبير، وتقدر تكون شي طفرة نوعية، ووعدنا الخير إن شاء الله، نتمنوا الخير إن شاء الله بلاد ديالنا، هذا ما كان، وبقيادة ديال جلالة الملك الله ينصره، غادي شوف عندنا ملك رياضي غير
انت الله هذا المنتخب يفرحونا، تا هو راه غادي يفرح الشعب ديالو، غادي يفاجئهم، غادي حنا عزاز عليه، غادي كل خير ان شاء الله. هذا ما كان خويا رشيد، بغيتك تعطيني، كنعرفك انت كتموت على الكره، عزيز على الكره، خصوصا كنشوفك ديما في التيران مع الوداد ما كتحيدش. عطيني التحليل، بغيتك تعطيني واحد التحليل ديال المباراه ديال غدا، كيفاش كتشوف اللاعبين، شكون اللي بان لك غيكون في المستوى؟ غدا ماشي غنقول لك يكون مستوى، غدا خص كلشي يكون في مستوى. هو غنقدر نقول لك غدا المباراة ديال كندا غتكون في نفس التكتيك ديال المباراة ديال كرواتيا. غاديش نقول لك الوليد الركراكي غيدخل بخطة باش يدخل الخطة مفتوحة باش من الأول يبغي ينتصر، غادي يحكم المنافذ ديالو. عندنا الحمد لله أحسن دفاع، عندنا احسن حراس، شنا يعني عدم لاعب المباراة الحارس بونو، يعني في المباراة ديال بلجيكا حتى طلع يعني الأرضية الميدان، تبغي يدخل الأرضية الميدان وحس بعد الدوران في الرأس ديالو، هذا يعني شي دوخة وهذا الحمد لله. ولكن الحارس اللي خلفه ليهو المحمدي كان في مستوى، يعني قام بلقاء جميل، قام بالتصديات اللي كانت مستوى، دخل في الماتش، قدم مباراة. يعني دابا كان عندنا، لا شفنا الحارس الأول وشفنا الحارس الثاني، والحمد لله حتى الحارس الثالث راه هو في مستوى، لأن اللي هو السي ريدا التكناوتي، ريدا ماشي التكناوتي حارس الوداد اللي فاز بأحسن حارس، يعني فاز بالعصبة مع الوداد، يعني عنده يعني كنقول من الأول من الأخير وليد الركراكي نادى، أو لا التشكيلة اللي دا المنتخب ما فيهاش باك صاحبي، دا اللاعبين. هو دائما كيقول لك أنا ديت المحاربين، ديت اللي غادي يتقاتلوا معايا على رايد البلاد، ديت اللي غادي يعرقوا معايا التوني، واللي غادي يتصنتوا ليه داهم. يعني ما كاينش هادي وهادي، راه هادو نجوم. وليد الركراكي مهما هو القائد ديال السفينة، راه اللي غي ولو أشرف حكيمي كيلعب في مدريد أو زياش تلعب في تشيلسي، راه اللي غيقول له راه اتبعوا الكلام ديال المدرب، لأنه كاين قائد مدرب اللي هو عنده عقد مع الجامعة، وكي راه تلعب معاه داكشي اللي يقول لك خصك ديرو غدا. كما نقول لك كيدخل بواحد الخطة وبالطريقة اللي غيلعب بها، بحال اللي لعب بالمباراة ديال كرواتيا. غنقول يقدر يقول لك يكون يخرجوا بعض الجماهير يقول لك عاوتاني لا ما لعبش كره يخرج، حيت الا بغيت تلعب كره راه كيولي مفاجات، غتولي تغارات. الا جيتي تقول كندا فريق سهل او منتخب سهل، المنتخب اللي تقصى كندا غيبغيو حتى هما، وباغي المدرب ديالهم لاعبين ديالهم باغيين باش يديروا حتى هما يحقوا على الاقل انتصار في هذا الكاس العالم. وكيبالي الا حقوا انتصار غيكون عندهم هما انجاز، وحنا الحمد لله حنا بلد اللي كرويا عريقين على كندا، عندنا اسم عالمي، دايزين دزنا للدوزيام تور في 86، حققنا انجاز في 98، يعني درنا باركور زوين في 98، لولا واحد يعني كانوا يعني كانت خيانة كروية اللي ما خصهاش دار ودارت، شفناها وكل شيء شاهد عليها. الحمد لله كما قلت لك غدا غادي الدراري غيديروا اللي عليهم، والمدرب والدراري عارف كيفاش غيقود لنا ان شاء الله المباراة باش تلبر الامان فين نخرجوا ان شاء الله ويفرح الشعب ديالو. كما كنقول لك الحراسة اللي يدخل غيقضي، هو قال بانه الحارس بونو راه هو واجد، الحمد لله في صحة جيدة، في حراسة يكون بونو. حكيمي هو حاضر في مباراة، غيكون حاضر. نايف أجرد، سايس، مزراوي، الدراري تما حاضرين، ما كاين حتى شي واحد ما مصاب. وسط الميدان أمرابط القتال، أمرابط القتال المافيا. وبالمناسبة نقول شكرا لعائلة المرابط، لعائلة عطاتنا جوج ديال اللاعبين من خيرة اللاعبين اللي مروا في المنتخب، نور الدين أمرابط وهذا أمرابط الصغير هذا يعني. رشيد، بغيت نسولك، نعم مرحبا، شحال من لاعب ودادي كاين في المنتخب؟ واللاعبين اللي مشاو في الوداد كاين ثلاثة، كاين عطية الله، وكاين جبران، يحيي جبران، يحيي عطية الله، ويحيي جبران، وحارس تقناوتي.
وهذا ما كان هذاك اللاعب الاخر اللي هو هذاك مشى لبريست اللي هو اشرف داري، المهم كان في الوداد. وكان في الوداد. المهم دابا الفيفا، الفيفا اللي قالت اللاعبين الوداد راه المنتخب المغربي هو المنتخب اللي مشكل منتخب مشكل بلاعبين مع لاعبين محليين من فريق الوداد. راه الوداد عطيات 3 لاعبين محليين، راه ماشي سهلة الوداد كتعطي. والوداد راه دائما على مر السنين كتعطي، راه دائما شنا في شير في من موسم الوداد راك كتشوف فيها واحد الوقت نيبت في ديال 98، 98 كان فيها، كان نيبت، كان مجيد بويبود، كان فرتوت، كان نادر، كان ابرامي، كان صابر، كان كانوا عزمي، حيرة اللاعبين. كان عزمي، كان واحد 7 ولا 8 لاعبين ديال الوداد اللي كانوا في 98. ماشي الوداد راه من الوداد راه فريق معطاء، فريق اللي هو راه ماشي الوداد هز البلاد، راه الوداد هز البلاد. عارفك ودادي. الوداد بغيت نسولك واحد السؤال على الماتش اللي داز ضد بلجيكا، هذاك التغيير اللي دار وليد الركراكي كيفاش جاك؟ وراه هنا فين قلت لك المدرب الذكي، راه هنا فين المدرب كيخدم الذكاء، راه ماشي سهل. راه قال لك ماشي علاش عطيتك هذا السؤال؟ راه هنا فين كيخدم الذكاء، قال لك حيت بزاف ديال الجماهير اللي كتقول لك النصيري ما كي النصيري ما كيزقل ما كي النصيري راه لاعب اللي هو كيفيكسي اللي الدفاع ديال الخصم، الدفاع ديال الخصم اللي كيكون نصيري راه كيبقى يجري. نصيري لا لاعب اللي يقدر يجري معاك 70 دقيقة 80 دقيقة ما يسخفش، تبارك الله تبارك الله، وصايم 5 وخميس عليه. انسان اللي نتمنى رب الشباك تقرب منه، وتمنى من الشباك تفتح ليه تخلي يعني كيلعب كي هذا ما كيسجل اهداف، كيلعب فريق في اشبيليه ماشي سهل، راه كيلعب بطوله اسبانيا محترف. نتمنى له ان شاء الله يرجع، كان واحد لقيته مصاب، وملي رجع ماشي داك النصيري اللي كان، حتى في السومه التسويقيه ديالو شويه هبط النيفو ديالو، هذا الشيء راه ما كي راه كيرجع على النفسيه ديال الانسان. وان شاء الله شفنا قلنا كما هو، وراه وليد قال لك عندي، وراه في واحد التصريح اللي شافوا راه داير واحد الفيديو داير ملي باغيين يديروا تصريح مع النصيري، وجا عنده حمد الله ونصيري هو يقول لهم ها هو السبع، قال لهم حمد الله، قال له لا السبع هو انت هو السبع، قال له هنا كنشوف بانه الحمد لله القضيه اللي قالنا الركراكي ديال العائله، ها هما جوج نفس البوست كيدخل نصيري وحمد الله في بونتوش، وها هما خوت الحمد لله كيدخل غير واحد غير 15 دقيقة ولا 20 دقيقة، والحمد لله هما خوت مشكلين واحد العائلة، وراه هذا هو الرباح، وهذا هو اللي غادي يخلينا إن شاء الله راه واحد نمشيو بعيد. المقولة قالها الركراك يديروا النية. وقال لهم ديروا النية ورانا معاك، قال لهم راه هذاك الشيء. شو شوف الركراكي ما كيهضرش من فارغ، الركراكي راه كي دوز الكرة، لعب كرة على أعلى مستوى، لعب احترف على اعلى مستوى، لعب في المنتخب، عطى المنتخب كلاعب، دابا هو كيعطي كاطار. نتمنى ليه ان شاء الله التوفيق ان شاء الله. كما قلت لك التغييرات اللي كيدخلهم محلهم، عطيت الله اي ظهير ايسر كبير، ظهير ايسر كبير كبير وطنيا افريقيا، هو تيشوف شد وقراع يعني، ماشي ما كيبغيش يدخله من الاول، كيخلي تاه كيعياو الخصوم مثلا، كيخلي في بونتوش، كيدخل مزراوي راه لاعب عالمي، كتلعب في بايرن ميونخ ما كتلعبش في عالمي، كيجيري ديك الجهه ديالو، ولكن الركراكي راه ما كيلعبش على ديك الجهه اليسرى اللي هو فيها مزراوي، لانه ظهير ايسر مزور، يعني كيخلي حتى كيعياو عباد الله، وكيلعب على الجهه اليمنى اللي فيها حكيمي وزياش، كتبقى لاعب كورة بهذه الجهة باش ما يتكاوش على الجهة اليسرى اللي فيها مزراوي، ولكن من الدوزام ميطا ولا كتبقى واحد 20 25 دقيقة كيدخل كيدير داك كيدخل عطية الله كيبدا يطلع كيعطي السند الهجومي. كنشوفوا المنتخب كيتغير، وهذا الشيء راه ما كيديروا الا المدرب اللي داهية اللي ذكي، واللي خلى عطية الله ياخذ الاشاده مع جميع المغاربه، وخاصه دوك اللي كانوا كيشكوا في عدم القدرات ديالو على اللاعب او عدم المشاركه ديالو ولو لدقيقه، او الحمد لله كيدخل كيشارك
وكيعطي الإضافة في المباراة ديال بلجيكا. دخل عطية الله، كنا دايرين تعادل، ودخل جاب ديك ضربة خطأ اللي جاب منها الهدف عن طريق اللاعب الصابيري. الصابيري تبارك الله لاعب اللي شفناه محترف، تا هو كبير كبير، نتمنى ان شاء الله. وراه عنده عروض، تا هو راه كيلعب في سامبدوريا في الايطالي. الحمد لله عندنا منتخب اللي احترافي، ونتمنى ان شاء الله يفرحونا ويمشيوا لابعد نقطة هذا العام. كيبانوا لي راه المغاربه متعطشين للمباراه ديال غدا. متعطشين، اي الوقت ديالها هذا جاي يعني، ولكن الجماهير اللي متعطشه علاش متعطشه؟ باش نفرحوا يعني. كنشوفوا واحد الحركيه، انا دابا انا في الدار البيضاء كنشوف واحد الحركيه ديال البيع، ديال الرايات، ديال التونيات، ديال يعني الحمد لله اي حاجه فيها الرايه ديالنا، فيها الدرابو ديالنا، راه ولات والله العظيم، راه كلشي راه الحماق الحماق، راه داكشي حنا مغاربه وغنبقاو مغاربه وغنموتوا على التوني، واش معايا ولا مش معايا؟ ونموتوا. شوف والله العظيم الا مغاربه وكنحماقوا على بلادنا، وغدا ديما مغرب ديما مغرب، ان شاء الله غدا غنفرحوا وغادي نخرجوا، لانه غنمروا مونديال 86، كنت باقي صغير وعش مونديال تفرج فيه، وديك الفرحه راه الجماهير كامله خرجت، والله الا خرجنا يعني غدا غنشوفوا ان شاء الله الجماهير غتخرج من البيوت ديالها وغادي تفرح، وغادي انه ورق يبقى انجاز، راه فرق كبيره وعريقه في كره القدم، وهي كتقصى من هذه الادوار، لانه كره القدم راه بدات كتغير، وكره القدم ان شاء الله نتمنى تنصف العرب، ونتحقق تكون شي مفاجأة، ولما لا، نتمنوا يا رب تحقق شي معجزة، وتكون إن شاء الله يا رب، لأنه المباراة كتلعب في 90 دقيقة، وبنادم يشير ديك 90 دقيقة شوية بشوية. شفنا كنتفرجوا دابا في الكورة، ماشي شي نيفو ديال دوك اللاعبين العالميين، ماشي شي نيفو، والحمد لله عندنا لاعبين اللي قارعوهم ويقدروا يحققوا المفاجأة ويمشيوا لأبعد نقطة إن شاء الله يا رب. شكرا لك خويا رشيد، وحنا كنعطيو اللاعبين انهم يفرحونا غدا، وبغيناهم يفرحونا. وغاديين يفرحونا. يا ربي تسهل الاسود، وتحياتي من شكرا مغارب نيوز. هذا ما كان، شكرا لك، وديما ديما مغرب، وغدا ان شاء الله فيكتوار كنتمناو الفوز ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا رب.